غنعينو الامور باش تكون اوفيسيال وغنشوفو. هما مبدئيا حنا ما كناش بغيناهم باش يمشيو، هما اللي كانوا خداو القرار باش يمشيو، وكان واذا كان غيكونوا ليبر في يعني في الميركاتو الجاي مع طاقم التقنيه مع الاخوان في المكتب غندرسوا الموقف ونشوفوا ان شاء الله شنو يمكن نديروا في هذا الباب هذا.